السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم المشهد السياسي. يعني الاسبوع الماضي كان ابرز شيء هو اعلان لجنه التحقيق في قضيه الاذاعات المليونيه، تسليم تقريرها يعني لمجلس الامه، وايضا هذا التقرير خاصه المصادر او المعلومات اللي فيه تم ايداعها في الامانه العامه لما تحتويه من سريه، كان يعني خاصه كان اللافت هو قضيه التداول العقاري، وهناك توسع في بعض الاسماء، ما كانت اسماء من عام 2006 الى عام 2012، وهو من كان يعني سر ما في فتره سابقه بان بعض الاسماء التي كانت يعني تنادي بحمايه المال العام عليها شبهات تداولات عقاريه حسب ما قيلت او قالت هذه الصحف. على الجانب الاخر ايضا يعني ما حدث ايضا مع دكتور وليد الطبطبائي والقاء القبض عليه نتيجه لتغريده لتم كتابتها في تويتر. المجلس الامه ايضا في الجلسه المقبله لديه بعض القوانين على جدول الاعمال راح نناقشها في جزئي هذه الحلقه. في الجزء الاول ارحب بضيفي عضو مجلس فبراير 2012 المبطل سامي الشاهين، حياك الله ابو عيسى. اهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين الكرام. بدايه ابو عيسى، يعني نقول بعد مرور يعني سنتين من 6/2012 وابطال مجلس فبراير 2012 الى اليوم وتوالي الاحداث السياسيه، وهذا السؤال اللي ابي ابدا فيه، يعني اليوم انتم كحركه وايضا كمجموعه اغلبيه قاطعتوا الانتخابات، وبصراحه اليوم ندمتم على هذا القرار؟ الحقيقه يعني هو اصعب شيء في هالدنيا ان رب العالمين ما خلقها اسود وابيض، كلها رماديه، وكل موقف تتخذه في سلبيات وفي ايجابيات. انا اقول المقاطعه والمعارضه والحركه والاخوان كلها بالنهايه يعني امور قابله للاخذ والرد والنقد والتقييم الموضوعي، وسؤالك عن تقييم المقاطعه يعني مستحق، يجب ان نتساءل ونقيم. انا اظن المقاطعتين الاولى والثانيه كان بهما وجهه، كانت السلطة غير مستعدة لاستقبال المعارضة، ولو دخلت المعارضة ربما يعني أنهي البرلمان بشكل أو بآخر. أيضا تغيير النظام الانتخابي، قالت الحكومة صراحة نريد في القضاء على وصول أغلبية متجانسة، فكان الهدف إيصال أقليات متناثرة. رأينا مصير بعض النواب الفضلاء من خارج الأغلبية الذين شاركوا كلهم انتهوا إلى تقديم استقالاتهم. فأنا أظن أن المشهد لو كان بدل الخمسة المستقلين هم خمسة من الأغلبية أيضا كانوا سينتهون لنفس النتيجة، وهي ضرورة الاستقالة. يعني أن هذا كانت أجندات الاستقالات، أن ربطوها فيكم بالأغلبية وبعضهم كان يمثلكم بشكل أو بآخر. هو مع الأسف يعني التشويه والتشكيك بالنوايا عام في البلد، يعني أي تصرف سياسي تتخذه باتجاه معين، ها أنت تتخذه لمصلحة الفريق الفلاني، أنت تتخذه لأنك تبع الشيخ الفلاني، أنت تتخذه لأنك كذا. فمبدأ تخوين التصرفات، لكن نأخذها على إطلاقها، خمس نواب شاركوا من خارج الأغلبية انتهوا إلى ما انتهينا إليه، أنه لا حياة مع هذا النظام الانتخابي، لا ديمقراطية في ظل رأي واحد، لا يوجد أغلبية شعبية حقيقية داخل البرلمان، ممارسات غير دستورية. لكن السؤال اليوم يقول لك أن أنتم اللي تنتقدون الوضع المجلس الحالي، البعض يقول انتم ما لكم حق تنتقدونه لان انتم قاطعتوا الانتخابات وانتم كنتم سبب في ابراز المجلس اللي انتم قاعد تنتقدونه اليوم. هل اليوم تعتقد ان خلاص انتهت المقاطعه؟ مشاركه اوجب؟ هي المقاطعه بالنهايه تصرف سياسي وموقف سياسي. نحن لم نقرر الاعتزال، يعني واحد يقول اعتزلت العمل السياسي، ذيك الساعه تقول ايش فيك معتزل وتسولف عن السياسه، ولكن واحد يقول لك انا محتج على الوضع القائم وساقاطعه لاسقاطه. هذا شخص بالعكس يعني يقول انا داخل بالسياسه اطلب عرض. فهو موقف سياسي، هل مطلوب نستمر في هذا الموقف أو نتغير عن هذا الموقف؟ أنا أظن ليس اليوم هو موعد التصارع، لأن نحن الآن في نصف عمر المجلس الحالي، هنالك سنتين للأمام، كما قررنا المقاطعة الأولى في حينها ثم المقاطعة الثانية في حينها، أنا أقول للمرة الثالثة يجب أن تناقش في حينها، لأن من الآن إلى سنتين قدام ما ندري شو يصير، يمكن تصير أوضاع سياسية تجعل من شاركوا الآن في المجلس الحالي ينضمون إلينا للمقاطعة، يمكن تتغير أوضاع قانونية ودستورية وسياسية تجعل يعني ربما نشارك ونصل إلى البرلمان دون حتى حملات انتخابية. فأنا أقول سنتين عمر كبير في دولة مثل الكويت حافلة بالأحداث، يعني 24 ساعة ممكن تتغير الأمور. في بعض نواب مجلس الأمة اليوم اقترح مقترحات في قضية تعديل النظام الانتخابي، قوائم كانت أو كانت صوتين أو كانت أربع أصوات،
ترون أن اليوم على مجلس الأمة أن يعيد النظر في قضية الصوت الواحد؟ لا بالحقيقة جدية في تصرف المجلس الحالي، لأن أعضاء المجلس الحالي هم بالحقيقة مستفيدين من الوضع القائم، غير جديين يعني. غير جديين كثير منهم، يعني أستاذ فيصل الشايع، راكان النصف، آخرين دخلوا أصلا المجلس في ظل حملة انتخابية هي لنغير النظام الانتخابي من داخل المجلس، هذا الشعار الذي دخلوا فيه إلى البرلمان وانتخبوا بناء عليه. ومثل أستاذ فيصل شايع كان يقول الصوت الواحد بوابة للمال السياسي، تصريح يعني جميل. وعندما دخلوا إلى داخل البرلمان البعض اكتفى بتوقيع يعني اقتراح وإلقاء في الأدراج، لكن لا جدية من المجلس الحالي، وأنا لا أتوقع منهم جدية. يعني عادة مع الأسف المستفيد من الوضع الحالي أو وضع قائم لا يعمد إلى تغييره، مثل إنسان يخرج من حفرة أول ما يسويه مع الأسف لو كان يعني فردي ويعمل لذاته سيسحب السلم إلى الأعلى حتى لا يصعد أحد آخر إلى المكان. هم مستفيدين من الوضع القائم، ومع الأسف الشديد لا أتوقع منهم تغييره، بل هم حريصين على إبقاء إلى آخر رمق أو فلنقل إلى آخر دينار في الخزينة مع الأسف الشديد. أنت قاعد تخوف من كارثة مقبلة. أنا بالحقيقة أخوف من صرف وهدر كبير في المال السياسي في يوم العمل الواحد، يعني أمام إحصائية رسمية من لجنة المناقصات المركزية عن الربع الأول من 2015، يعني شهر واحد واثنين وثلاثة، يوم العمل الواحد تصرف لجنة المناقصات 23,409,000 بيوم العمل الواحد، 23,409,000 قاعد ينصرف على مناقصات، ليس رواتب، ليس كذا. تبقى المشاريع اللي المواطن تقول له شنو أولوياتك؟ كل الناس ليبرالي إسلامي شيعي سني بدوي حضري بيقول لك والله صحة سكن تعليم. أين تنصرف أموالنا؟ تنصرف على نفط وكهرباء وزراعة. نعم، واضح أنها هنالك هدر كبير للأموال، وهذا الهدر بغير أولويات المواطن، وفي وقت النفط فيه يضطرب ويتذبذب، والمنطقة بأسرها سياسيا يعني مضطربة ومتذبذبة. فمع الأسف هنالك خطر، وهنالك مستفيدين من الوضع الحالي لا يريدون تغييره كما قلت مع الأسف الشديد إلى آخر أوكي. دينار الحين في الوضع الحالي بين في فترة هدوء سياسي، هو هي في استقرار تسميها، خاصة إذا قررنا في مجال السابقة كان الوضع نوعا ما دائما يكون في شد وجذب، اليوم في هدوء، في بالمقابل أيضا هناك قوانين تقر في, في, في هذا المجلس، هو هدوء استقرار ولا شو تسميه؟ شوف كيف تصف العلاقة بين مثلا وزارة الأوقاف ووزارة الأشغال، هل هي مستقرة؟ بتقول نعم مستقرة، هذه حكومة وهذه حكومة، فأنا أقول الوضع الحالي مستقر بين الحكومة والمجلس، لأن هذه حكومة وهذه حكومة، نحن نتكلم عن كيان واحد يعبر عن رأي واحد. هذه حكومة، هذا مجلس أمة، مع الأسف الشديد تخلى عن كل أدواره. أول دور لمجلس الأمة تمثيل الأمة، هذا المجلس يمثل على الأمة ويمثل عكس إرادة الأمة. يعني ندور مثلا على الدواوين والناس بمختلف أطياف السياسية، يقول لك لا يا أسامة سحب الجناسي مرفوض، احنا نختلف مع الناس لكن نرفض سحب جناسيهم، الجنسية ايش علاقتها بالولاء والعمل السياسي والانتقام السياسي، ما يصير خلط هذه الملفات. تجد المجلس الحالي يصفق لهذه الإجراءات، القبض على الأكاديميين والسياسيين حتى لو نختلف معهم، الدكتور وليد طبطبائي صباح الجمعة يلقى القبض عليه، تختلف معاه تختلف حتى مع تغريدته من حقك، لكن القبض عليه بهذه الآلية وهو معروف المكان وممكن بسهولة يترفع عليه السماعة ويتجه بنفسه إلى الكلام اللي قاعد تقوله. يعني المجلس الحالي يبارك هذه الإجراءات عكس إرادة الناس ولا يعبر عن الناس. الناس ممكن مقتنع فيها والشريحة اللي يمثلها موافقة على هذا. هو دور الديمقراطية والمجالس هو انتخاب ناس يمثلون عن رأي غالبية الأمة، الديمقراطية هي حكم الأغلبية، مع الأسف الآن نحن أمام وضع تمثل فيه أقليات متشرذمة، يعني استخدمتها من قبل بعض قال شلون سبهم تقول شرذمة، لا أقول متشرذمة يعني بمعنى متفككة مفككة، يسهل للسلطة السيطرة عليها، السلطة مسيطرة على هذا مجلس، ومن يخرج يعني كما قال النائب دشتي يطردونه من جروب الواتساب عندهم ويعود ليلتزم بالنص مرة أخرى. فهنالك تجانس كبير بين الحكومة والمجلس، لكنه ليس تجانس على تنمية، على استقرار بلد، على مع الأسف الشديد كما نرى على تكميم أفواه، على تصفيق للإجراءات الحكومية.
الحكومية على مناقصات مليونية في غير أولويات المواطنين، على اقتراحات قوانين قرقرشية بالحقيقة موجودة لتكميم الأفواه وللتضييق على الناس، لمنع العمل الطلابي، لجعل تنظيم ندوة سياسية في الجامعة جناية. أنا راح أحييك على هذه الأمور التفصيلية، لكن الواقع اللي موجود بعيسى اليوم، إذا أنتم تقولون المجلس مو قاعد يقوم في دوره، ما في وزيرين توا مشوا اللي هو المدعج وأيضا الوزير الإبراهيم، ومشوا نتيجة للترويح بالاستجواب، فبالتالي ما تشوف أن هذا المجلس رقابيا قام بدوره وبالتالي استطاع أن يزيح وزيرين من هذه الحكومة؟ هذا يدل على أن الحكومة والمجلس الحالي لهما كفيل واحد ولهم بالحقيقة مركز قوة واحد هو المسيطر على الفريقين. أول ما خرج وزيرين عن النص على طول أسرع استقالة وأسرع قبول استقالة من مجلس الوزراء في تاريخ الكويت، يعني حتى الوزراء لباقة مع زميلكم قعدوا وياه، لا تقدم استقالتك، إيش دعوة، خلينا نأجلها، سندافع عنك أمام الوزراء، راح نقسم النواب علينا وكل واحد يكلم له خمسة وخمسة وإن شاء الله نجيب لك أغلبية. لا، على طول يعني كأنه يبون الفكة من الوزيرين، والوزيرين خرجا بالحقيقة يعني ومعهم بيانات مقلقة. الوزير المدعج قال، نزل بيان قال أنا دخلت للإصلاح ومكافحة الفساد والآن أقدم استقالتي لأن ثبت أني عاجز عن ذلك. فلذلك أنا أقول يعني بعدين غيرها في 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 الاستقالة الرسمية اللي نشرت في الصحف. بعد لما ينشر للرأي العام شيء ثم يتغير هذا. أيضا المهندس يوسف الإبراهيم يعني علامات استفهام كبيرة، وهل مناقصة المطار وإلغاء لها الذي رحب فيه الناس العزيز الإبراهيم، عفوا عبد العزيز الإبراهيم، وخرجت لجنة المرافق البرلمانية في يوم استقالته بتوصية لتقول نوصي بإحالة وتحويل مناقصة المطار إلى الديوان الأمني. قال هذا يعني صرح فيه النائب نبيل فضل وقال هذا كأنه بمثابة طرح ثقة بأداء الوزير، فمعناته أن هذا شيء زين يقوم دور. أنا بالحقيقة ما أفهم وما يفهمون المواطنين بأن الحكومة والمجلس يمشيان على رأي واحد، ومن يخرج عن النص مثل المدعج والإبراهيم فمصيره الإقالة وإن كانت بشكل استقالة. ورأينا كيف حدث للخمس نواب أيضا عندما كان لهم أراء أخرى، كيف حوربوا داخل البرلمان وبعضهم حتى شتم داخل البرلمان وشطبت استجواباتهم داخل البرلمان. فهنالك صوت واحد ليس كنظام انتخابي ولكن كنظام سياسي، لا يراد إلا صوت واحد. أنت تتكلم مثلا الآن، أنا الآن وأنا أتكلم معك أعترض على الممارسات الحكومية، أنا واثق هنالك عشرات الحسابات ربما تخون، هو ينتقد الحكومة، إذن هو ينتقد الحكم، إذن هو يريد الانقلاب على أسرة الصواعق. هنالك أصوات مع الأسف تخون ولا تريد إلا صوتا واحدا، ولا تفهم أن الكويت دائما فيها رأي ورأي آخر والأوطان لا تتقدم بصوت واحد. الرأي ورأي الآخر اليوم بالكويت، هل تعتقد بأن سقف الحرية نزل؟ جدا جدا جدا، إلى درجة أننا قمنا بالحقيقة جميعا، أنا أظن حتى الإعلاميين والسياسيين والمغردين الجميع قام يتحفظ ويحسب ألف مرة للكلمة التي يقولها، ليس من باب الحرص والمسؤولية ولكن من الخوف من إساءة التأويل لكلماته ومن الاجتزاء لها ومن لغة التحريض مع الأسف الشديد التي يعني تجري. الدكتور وليد الطبطبائي كتب كلام قد نختلف نتفق معه، لكن كتبه بصيغة الناصح ليس بصيغة قال أخشى أن يحدث كذا كذا كذا، من باب الخشية بالحقيقة. البعض كتب كلمات ليس من باب التحدي للسلطة ولكن من باب التضامن على مع النائب البراك أو آخرين. فمع الأسف يتم إساءة تأويل أي كلمة وفهمها على طول بأنها نية لإسقاط نظام الحكم، وكأن نظام الحكم في الكويت محل أخذ ورد، هو نظام محل إجماع، لا يوجد يعني. هذه الملاحقات السياسية إساءة لنظام الحكم والاستقرار، لأنها تصور كأن شيء محل انقسام شعبي، لا هو محل إجماع شعبي. ونحن ننتقد الممارسات الحكومية من باب حبنا للكويت وإشفاقنا على الكويت. أوكي، أيك أنا على البعض اليوم في قضية الإعلام الإلكتروني، هو قد يبدو هذا القانون يعني من جملة القوانين التي سوف تقر في مجلس الأمة، تعتقد بأن هذا القانون هو لتنظيم الإعلام الإلكتروني خاصة الكلام الحكومي لا يوجد قانون ينظم، أم هو لما قلت قبل قليل أن هناك تكميم أفواه؟ أي رأي معهم؟ والله مع الأسف الشديد الشواهد تجعلنا نخاف من أي قضية يقول المجلس الحالي سننظمها
يعني في السابق مثلا كانت الحركة الطلابية لو مجلس الأمة يقول سننظم العمل الطلابي ونشهره، أوه يستانسون ويحضرون الجلسة ومشكورين، راح تنظموننا وترخصوننا أخيرا من 64 نعمل بلا ترخيص. ولكن الآن أي جهة المجلس يقول سننظمها يعني نحط إيدنا على قلوبنا، لأن معنى التنظيم هو التكميم لديهم، هو المنع، هو الحظر. آخر مساحة بقيت للشعب الكويتي هي بالحقيقة موبايلاتنا وتويتاتنا. مجلس الأمة برأيي، برأي كثيرين، اختطف بنظام غير ديمقراطي بإجماع علماء النظم الانتخابية. يعني أتحدى الآن من يدافع عن مشروع الصوت الواحد يأتيني بعالم أو كتاب أو مرجع بالنظم الانتخابية يقول نظام سنجل ليمت فوت اللي هو صوت واحد من مقاعد متعددة في الدائرة الواحدة هو نظام ديمقراطي، هنالك إجماع عليه أنه غير ديمقراطي. ومع هذا الآن يراد تعميم، الآن أقروا هذا الشيء وفرحوا فيه وأوصلوا أقليات يسهل السيطرة عليها، يريدون تعميم. ليش ما تقول أنه صار في تنويع بالمقابل مشاركة اختلف أطياف المجتمع في هذا المجلس؟ ليش ما تشوف التنوع أيضا فيه؟ بالحقيقة شوف الديمقراطية هي يعني ليست اختراع كويتي صح؟ بس عشان أوضح الصورة، الأربع أصوات بخمس دوائر أنتجت مجلس 2009 وهي نفسها أنتجت مجلس 2012 المبطل الاول، وهذا ممكن ايضا الصوت الواحد لو شاركته ممكن يصير في تغيير اخر. شوف ايجابي يعني من وجهه نظرك التنوع اللي صار بين 2008 و2009 و2012 في مجالس اللي هي خمس دوائر بالحقيقه هي اكبر رد على اللي يقول بان الاربع اصوات توصل لونا واحدا. لا، هي اوصلت مجلس باغلبيه حكوميه وراسه السيد الخرافي، اوصلت مجلس باغلبيه معارضه وراسه السيد احمد السعدون، فهي بالحقيقه حقيقة تكفل وصول المزاج العام والرأي العام. والديمقراطية يعني أنا ما له داعي نجتهد بالحقيقة لأنها ليست اختراع كويتي. أوكي. يعني يصير احنا مثلا نجتهد نقول والله انا المرسيدس ما ابيها تشتغل بالبنزينه بصب فيها شاي، ما يصير، مو اختراع كويتي حتى انا اتحكم بآلته، هي اختراع يعني الديمقراطيه تقول حكم الاغلبيه مع ضمان الاقليات، لكن هي حكم الاغلبيه حتى ما يختلف المجتمع. أوكي. نحتكم لصندوق وراي الاغلبيه هو الذي يصل. الان لدينا نظام انتخابي سوق بالحقيقه خطا على المواطنين، قال لك لا هو نظام الصوت الواحد، هو ليس صوت الواحد، صوت الواحد لمقعد واحد. اوكي والله نون فوت. اوكي لكن نظام غير ديمقراطي. اوكي لكن اليوم حتى لما يو على انتخابات الجامعه وقرار الصوت الواحد، انت ايضا انتقدت الاقتراح اللي قدم ابو عيسى الصوت الواحد، قالوا ايضا لتنظيم الاتحاد الطلابي ايضا خاصه انه غير مشهر، وايضا من جانب اخر حتى تكون هناك مشاركه خاصه لظل الاحتكار اللي موجود في قائمه واحده تعرف وقت يمكن في يوم منها. صحيح. طيب هل ما تشوف ان الصوت الواحد بالحالة راح ينتج في الجامعه تحديدا مشاركه اوسع، تغيير في الوجوه، تغيير في النمط التفكير الطلابي افضل؟ شوف الصوت واحد من مقاعد متعدده يوصل اناس ليس لهم علاقه في بعضهم البعض، وبدانا الان كمواطنين نشوفه بالجمعيات التعاونيه، تو بادي الان يطبق لكن سنلمس فورا نتائجه. ربما جمعية الروضة يعني الأعزاء أول جمعية، ورأينا كيف أنهما في الهيئة الإدارية الأولى بشكل، الهيئة الإدارية الثانية على طول غيروا تشكيل الهيئة الإدارية وقالوا حق الأقلية معودين تعالوا وشاركونا في الإدارة وعملوا نوع من التزكية والتشارك في العمل. ليش؟ لأن شافوا الويلات عندما تصل أغلبية، لكن هي أغلبية ليس لها علاقة من بعض، يعني عندما يندمج خمسة كل واحد جاي من خلفية سياسية واجتماعية وفكرية مختلفة، ليس على أجندة واحدة، ليس لون واحد. تخيل اتحاد الطلبة مكون من 15 طالب وطالبة ليس لهم علاقة من بعض، واحد يتبنى النظرية الفلانية، واحد عنده الأولوية الفلانية، واحد الآن أنت تنتخب على قوائم وبرامج انتخابية، وكما قلت هو ليس اختراع كويتي، هو بالحقيقة يعني من أولويات الديمقراطية هو الانتخاب ليس على أساس الأشخاص بل على أساس البرامج الانتخابية. يتغير سين وصاد وعين، لكن أنت تنتخب برنامج انتخابي معين، المرة هذه توصل للهيئة الإدارية اشتراكيين، ما عجبك أدائهم الاقتصادي توصل رأسماليين، ما عجبك توصل بالحقيقة ناس ذوي مطالب شعبية ومطالبات شعبية، ما عجبك لا والله أنا بجرب نظرية الاقتصاد الإسلامي. فهذه العملية الديمقراطية انتخاب على أساس برامج. اوكي بس بعيسى لما تقيم انت اليوم مجلس الامه
وان ان ان تصريحات النواب المجلس رئيس المجلس بان هذا المجلس من الانجازات ما يقارن اي مجلس اخر منذ بدايه الحياه الديمقراطيه، وفي مجموعه ترى من القوانين اللي موجوده اقرت من خلال هذا المجلس. لماذا السلطه ليش سمحت باقرارها في هذا المجلس وهي ذاتها معظمها بالحقيقه كانت مدرجه على جداول اعمال مجالس اخرى؟ يعني ايضا المواطن يجب ان يتساءل ليش يعني في اقرار متعاونه؟ اذا انت تقر ان في اقرار، انا اقر بالحقيقه مجلس هذا المجلس ما ينجز. انا لست يعني اقصائي او ظالم، انا اقر هذه الحكومه عندما ننتقدها هي حكومه فيها اشياء جيده وتنجز للمواطنين. هذا المجلس نختلف معاه ومع النظام السياسي لكن فيه طيبين ويخرج منا طيب، فنحن لا نلغي الآخر، لكن أنا أتكلم بشكل عام. عندما يأتي مجلس الحكومة لا تستطيع تعترض على أي تصرف من تصرفاته وتقر له وتوافقه، والمجلس يقوم بأدوار لخدمة الحكومة. الآن رأينا وفد برلماني رايح أمريكا، مو رايح علشان والله عيال الكويت اللي مثلا بجوانتنامو او غيرها، او مو رايح على الغاء تاشيره الكويتيين لدخول امريكا، لا رايح من المطار يستقبلهم في الخبر الرسمي اللي نزل في كونه يستقبلهم ممثل الكويت في البنك الدولي ويقولون نحن الوفد قادمين حتى ننتقد البنك الدولي ليش يقيم اجراءات الرقابه الحكوميه بشكل سلبي. نعم. انا طقيت على راسي وانا اقرا الخبر في كونه اقول هذا مجلس امه ولا مجلس ليش حكومه؟ لا يعني لان صارت هناك تقارير غير جيده على الكويت، فالمجلس رايح يحسن لان هنالك ممارسات مال سياسي وهنالك شبهات غسيل الاموال. انت يجب مجلس امه تتلقف هذه التقارير وتحقق وبالحقيقه تتدبر فيها وتضع تشريعات تواجهها، وليس تذهب لأمريكا حتى تقول لا ليش تتكلمون على حكومتي أنا ما أرضى أنا يدافع عنها نيابة عنها. بالحقيقة هذا يلقي علامات استفهام، هل هذا المجلس يعني يدافع فعلا عن المواطنين؟ هل القسم بأن أذود عن أموال الشعب ومصالحه بالحقيقة حاضر في أذهانهم؟ اللي كان قاعد يصير في فترة سابقة وداخل مجلس الأمة انتقدت كانت وقت جمعية الشفافية، وقيل جمعية الشفافية قاعد تزود بتقارير ومعلومات غير صحيحة عن الكويت وربطوها لأنها هي تابعة لكم يعني. فبالتالي ما تشوف أن هذا المجلس اليوم راح يحسن الصورة اللي أنتم بشكل غير مباشر قاعد تحاولون تخربونها؟ مع الأسف الشديد يعني هذه الشبهة الآن صايرة بعبع. أي واحد ينتقد الحكومة أو يتكلم عن مال سياسي أو يتكلم عن إصلاح سياسي على طول أول تهمة إذا أنت من الإخوان المسلمين. لماذا؟ حتى يخاف عن الكلام لا يتكلم، لو هو حتى كان مثلا قد يكون جعفري المذهب، قد يكون ليبرالي الافكار، قد يكون على طول مثلا السيد عبد الرحمن العنجري ليبرالي ويفتخر بالحقيقه بالنظريه الليبراليه ويدافع عنها، لا انت اداه بيد الاخوان المسلمين، ليش هو لا تعارض الحكومه ومجلس الحاليه؟ مو بس كذي لان صوت معاكم مره على تعديل الماده الثانيه من يعني اصبح الدستور فشافونا هو وياكم صحيح ليش ما تقول له كلام صحيح؟ مع الاسف يعني الليبرالي وافق على الماده الثانيه الدستور صعبه شوي. لا شوف هو نحن مع الاسف الشديد يراد تخويف الناس ويراد جمعهم كلهم في قالب واحد. الآن مثلا شفيق الغبرة، الدكتور شفيق الغبرة يكتب في تويتر كلام ينتقد فيه الأداء الحكومي. دكتور يعني معروف خلفيته القومية أبن عن جد والرجل أكاديمي متخصص محايد ناظر نفسه لعلومه، فقط ينتقد بعض الممارسات مثلا السياسية والحقوقية في الكويت. أنت إذن من الأخوان المسلمين. كثير ترى وجوه كثيرة ويضطرهم بذلك الشيء، إما يتخلون عن هذه القضايا الحقوقية وإما ما بالحقيقة يستمر ولكن يلزقون التاج عليه، فهناك بالحقيقة أجواء سلبية. أوكي. لا تستمع إلى كلامك ولكن تستمع إلى التايتل اللي حاطينه فوقك. أنت أخ علي حسين أنت مذيع مثلا بالوطن، أي رأي تكتبه لو شخصي مثلا بتويتر لأن أنت تشتغل بالوطن وتكلمت الكلام الفاني إذن الوطن يبون، يعني مع الأسف هناك أجواء مريضة فيها تخويف وفيها تخوين للأسف الشديد. ما تعتقد ان يعني انت قبل شوي قلت انه في ايجابيات في المجلس. نعم. فبالتالي استمرار هذا المجلس ببعض الايجابيات اللي تتحدث عنها واقرار بعض القوانين اللي انت تقول انا جيده، ما تشوف انه قد ينتج شيء ايجابي ويحقق نقله نوعيه خاصه ينشدها المواطن على المطالب والقضايا اللي طالب فيها؟ راح اجاوب عليها ولكن بعد الفاصل.
عاد لكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبو عيسى سألتك قبل الفاصل أن إذا أنت تقر بأن بعض القوانين جيدة في هذا المجلس وبالتالي استمراره إلى 2017، تعتقد أنه ممكن يحقق بعض الإنجازات النوعية أو نقلة نوعية في تحقيق طموحات المواطنين؟ شوف، حتى تقيم أي جهاز، أي مرفق، أي مكينة، أي اختراع، لازم تشوف شنو هي مهامه وهل هو قاعد يؤديها أو لا. مجلس الأمة شنو مهامه؟ تمثيل الأمة، الرقابة على الحكومة، التشريع للوطن. مع الأسف المجلس الحالي متخلي، أنا بوجهة نظري متخلي عن واجب تمثيل الأمة، بالعكس هو يعبر عكس ما تريد الأمة. دائما نشوف يعني المواطنين شنو يبون، شنو متضايقين، يقولون عكسه. هل هو مشغول بالرقابة؟ نهائي، بالعكس هو شطب الاستجوابات وشطب اللي قدموا الاستجوابات بكبرهم، يعني النواب خرجوا خارج المجلس، لم يبقى إلا صوت واحد يعبر عنه، يعني أي واحد منهم واحد يقوم يتكلم بلسان الجميع والجميع سمعا وطاعة. الدور الأخير هو التشريع. الآن هذا يجب يغربل، هل فعلا هذه التشريعات لصالح المواطن ولا هي الغلاف العريض لصالح المواطن ولكن تخفي بحقيقتها أشياء أخرى؟ مثلا قانون حلو اسمه تنظيم العمل الطلابي، حلو، من ضد تنظيم العمل الطلابي؟ لكن طالع بالمضمون لا، جناية تصل إلى الحبس 5 سنوات، يحظر كل عمل، وزارة الشؤون تعديلاتها على محاضرك إلزامية، يعني قانون على قولتهم ينهي العمل الطلابي. الإعلام الإلكتروني تقول بننظم الإعلام الإلكتروني، والله فكرة حلوة، لكن تطلع تصريحات يمين يسار تخيفك. يعني أحد المسؤولين صرح قال يجب أن يربط حساب تويتر بالبطاقة المدنية. بالحقيقة هذا يعني مقلق، لأن من الحقوق الأصيلة للحقوق الأدبية، ليس لأن صار قضية الشتم في تويتر والتعدي على الناس وأعراض الناس من حسابات وهمية، ما تشوف أنه يجب أن آن الأوان لوضع لحد؟ أنا بالحقيقة أتكلم ونحن كمعارضة، بالضبط إحنا كمعارضة عموما إسلامية خاصة أكثر ناس ننشتم، فأنا أقول بالحقيقة واجب رجال الداخلية، القوانين الحالية تبيح لها المتابعة والملاحقة، وشفنا نشاطهم بملاحقة المعارضين. أنا أقول لماذا لا يكون لكم ذات النشاط بملاحقة الشاتمين؟ لماذا عندما نقدم شكاوى ضد حسابات تشتمنا ليل نهار تقولون لم يستدل على صاحب الحساب، بينما في المعارضة ولو كان اسم مستعار يتم فورا العثور عليه والحصول عليه؟ فأنا أقول الأجهزة الأمنية هي مطلوب منها تحمي النظام العام والآداب العامة. وعموما بالحقيقة الانحدار ترى المستوى في تويتر أيضا مصحوب بالانحدار في مستوى حتى الصحف الورقية مع الأسف الشديد، يعني عليها اسم صاحب الامتياز لكن تخرج يوميا، ربما عندنا صحيفتين يوميا يطلعون بمانشيتات يعني المعذرة كذب صريح ولا حسيب ولا رقيب، يعني سوالف بالتعبير العام صواريخ، يعني سوالف ما تصدق. ليش ما تشتكون عليهم؟ مع الأسف تروح مسلك القضاء، يعني ترى دربه طويل. أنا شخصيا رافع على يعني صحيفة الشاهد شكوتين، الشكوى الأولى انتهت بالإدانة أول درجة، الآن وصلنا إلى التمييز. الشكوى الثانية ما زالت بالحقيقة منظورة، قاعد نحاول ونرفع، ولكن بالحقيقة درب المحاكم كبير. أين درب الحكومة؟ الحكومة التي تحركت سريعا لإغلاق جريدة الوطن، الحكومة التي سحبت جنسية أحد ملاك قناة اليوم وسحبت الترخيص منه في نفس اليوم، هذه الحكومة النشيطة لماذا لا تتحرك ضد من يسيء لفئات كويتية وتيارات كويتية والمجتمع الكويتي وينخر الوحدة الوطنية؟ مع الأسف يعني المقياس الحكومي سلاح مع الأسف يعني غير حيادي، ولا تستخدم الرقابة الحكومية مع الأسف على الجميع بذات المسطرة، بل هي رقابة انتقائية، وهذا يجعل وايد ناس مع الأسف الشديد قاموا يعني يكادون يعني يقول لك يبا إذا هذا تطبيق القانون ما نبي تطبيق القانون إذا على ناس دون ناس. سحب الجناسي، البعض اليوم أيضا يعني يوجه سهام لومه لكم انتم او لبعض من كان هو يعني موالي للاغلبيه وكان موجود فيها، ان هذا المطلب كانوا هم يطالبون فيه في السابق، لما يطبق عليهم اليوم قالوا لا هذا الاجراء تعسفي. ما تشوف ان هم محقين نوعا ما في هذا الكلام؟
شوف، هو في حالة البعض ربما أخطأ فيها وتكلم فيها، البعض وليس كل المعارضة، مثلا حالة السيد ياسر الحبيب، أظن هذه يمكن الحالة الوحيدة، وهذه الحالة يعني قد اختلف نتفق معها في المهم. قضية تتكلم عن الهارب من تنفيذ الأحكام النهائية التي تتعلق بالمساس بنظام الحكم، هذه واحدة من الحالات المقننة الموجودة في القانون يعني لسحب الجنسية. لو كان جنسيته موجودة اليوم كان بإمكان المطالبة فيه، يعني بدل الفتنة اللي قاعد يسويها كل يوم. يعني هو كان جنسيته موجودة أفضل، هو اختار مع الأسف العيش بالخارج والاشتغال بقناة موجهة للداخل من الخارج، فهو اختار هذا يعني الخيار ويتحمل تبعاته. لكن بشكل عام قد تكون المعارضة أخطأت، قد يكون مثلا أسامة أخطأ، ما فيه شيء ترى، وليس مبرر أن المعارضة أخطأت إذا نستمر على ذات الخطأ، فنحن بالعكس يجب أن نكون منصفين. يعني استخدام الجنسية للانتقام السياسي مرفوض. ما نجح الإجراء؟ شوف الإجراء فعلا نجح أنه في تخويف المعارضة اليوم، إذا أخذناه كخوف وكإرهاب، نعم الدولة نجحت بإرهاب المواطنين، لكن هل هذه بالحقيقة حكومة رشيدة التي يعني تسير المواطنين بالخوف؟ الخوف إما على أرزاقهم، إما على حرياتهم، إما على جنسياتهم، هل هذا وطن سليم ينبني في هذا الظرف الإقليمي اللي الإقليم كله مختبص فوق وتحت، والكل يترقب الآن العد التنازلي إلى 30/6 القادم اللي هو بالحقيقة آخر يوم للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، مستقبل منطقة سيتحدد، ونحن يجب أن نكون مستعدين، دولة نفطية جديدة قد يرفع عنها الحصار، وكيكة ضخمة لإعادة إعمارها قادمة، فمجتمع جديد بالحقيقة، ويعني خليج جديد قد يصنع قريبا. أوكي. ونحن ذاهبين بهذا الشكل، حكومة تعتمد على أقلية وتضطهد وتخوف باقي الآخرين، يعني وسط غير طبيعي. فأنا أدعو الحكومة بالحقيقة كما دائما نسميها، احنا شنو دائما نقول؟ الحكومة الرشيدة، يعني في العبارات التقليدية من المصغر نسمع بالأخبار الحكومة الرشيدة. طيب نطالبها بالحقيقة بمزيد من الرشد السياسي، الأوطان لا برأي آخر. في علم الاجتماع تعتقد تسمى السلطة الراشدة، المفروض تضم جميع الفئات والأطياف، النخب يعني، هي تمثل الوطن والمواطنين. نعم. تحتضنهم. أوكي. حتى لو أخطأ، نفرض أن مواطن أخطأ، الأب والأم العقلاء شلون إذا ولدهم أخطأ؟ هل يصلبونه ويعلقونه على جدار البيت ولا لا يعلمونه خطأ؟ على فرض أن المعارضة أخطأت، هل هذه آلية نفي الآن المواطن سعد العجمي مع تذكرة مرور يلقى من الحلاق الى الخفجي وزوجته وعياله هني؟ يعني تذكرة مرور لدولة اخرى، يعني المملكة العربية السعودية اصدرت هاي المذكرة، انا مواطن عندها. مع الاسف الشديد هو معروف كويتي ابا عن جد، ويعني حفيد شخصية معروفة ساهمت بالحقيقة بالحفاظ على حدود هذا الوطن، وينتمي لاصل هذا الوطن، يعني وايد مع الاسف صدقوا دعاية بعض العنصريين فيتخيل ان الكويت اول مكونة فقط من حاضرة، لا، دائما كل اوطان فيها حاضرة وفيها بادية، فيها ناس ينتمون لمذهب غالبية البلد وفيها أقلية ينتمون لمذهب آخر. هذه الكويت دائما فيها سنتها وفيها شيعتها، فيها باديتها وفيها حضرتها، والوطن لا يبدأ بالحقيقة بلون واحد وبشعار واحد. أنا إسلامي وأتبنى الفكر الإسلامي، هل أنسف تاريخ الكويت أقول لا ما في الكويت إلا المطاوعة والشيخ بن جراح والشيخ الخميس والشيخ خلف الدعيان وهم هذيل النهضة وتاريخ الكويت كله والآخرين ما لهم أي قيمة؟ لا، ما يصير. الوطن بني من الجميع ويحميه في المستقبل الجميع، فنطالب الحكومة بأن لا تستمع للأصوات الإقصائية التحريضية المشبوهة بالحقيقة التي تحرضها على بنيها وأخوانها وعمودها بالحقيقة وحزامها. رئيس، صار في خبر في أحد الصحف عن اجتماع ونتيجة الأحداث اللي صارت في الفترة الماضية بأن توافقتوا على تدويل القضية وتدويل قضية الجناسي والسجن وغيرها، هل هذا صحيح؟ لا، احنا نفينا هذا الخبر بالحقيقة جملة وتفصيلا، وأصدرنا بيان بالحركة بأن احنا فعلا حضرنا اجتماع مع حاشد بناء على دعوة كريمة من بعض رموزهم، ونحن نلبي الدعوات بالحقيقة من الجميع، يعني قد تتفاجأ بالأطياف التي نلتقي فيها، نلتقي كل من يدعونا، فما بالك إذا كان من دعونا أناس معانا أصلا في الأغلبية وفي المعارضة، فدعوا الحقيقة كان استفسار منهم
ليش قمتوا عن اخر اجتماع للقوى السياسيه؟ عسى ما شار، ليش ما وقعتوا يعني إيه؟ هذا السؤال انت قلته، فهذا هو كان انت قلتوا الاجتماع تم بناء على دعوه حشد وذلك لاستيضاح يعني الاسباب وعدم دعوه الحركه للتغيب عن اجتماع اللي صار في السياسي والامتناع عن التوقيع عن البيان. طيب ليش غبتوا عن اجتماع القوى السياسيه؟ يعني هذا السؤال احد ايضا الاخوه في تويتر الاخ ابراهيم نياد يقول لماذا لم تشترك حدث في بيانه الاخير عن سعد العجمي؟ وهذا الاجتماع ليش ما حضرتوه للقوى السياسيه؟ هو انا احيي الاخ ابراهيم، هو محب للحركه ومتابع دائم لها، محب لها، وان شاء الله يعني قد يكون من اوائل المنتسبين لها عند اشهارها رسميا باذن الله. نعم. متابع دائم لها. اشيد دعوه لانه يكون من المنتسبين لها ان شاء الله، مرحبا فيه دائما. أوكي. امزح معه واشكره، انا يعني اقدر انه يختلف معنا ولكن يتابعنا، هذا دليل وعي ونضج سياسي بالحقيقة، ودليل على تواجدنا كحركة دستورية رغم أنها مقاطعة لكنها مؤثرة وصانعة للأحداث. إحنا وبالحقيقة غبنا لوجود بالحقيقة يعني رغبة منا بتقييم موقفنا، يعني قلنا إحنا الآن دائما كل ما نتلقى دعوة نحضر، وقاعد الآن نقيم بالحقيقة، وعقدنا الأسبوع اللي فات جلسة تقييم، فلذلك امتنعنا عن الحضور، قلنا حتى ما نؤثر على جلسة التقييم الداخلية التي عقدناها. كل صار بس عفوا ليش ما يتوا شيء؟ كان عندنا في ذات الأسبوع جلسة تقييم للأمانة العامة. عندكم بالحركة؟ نعم، احنا مكلفين فريق أكاديمي من أعضاء الحركة بعمل تقييم لمسيرة الحركة بالفترة الماضية. أوكي. لأن احنا مرات نستمع حتى لخصومنا يقولون ها أنتم مثلا ماشيين بالاتجاه الفلاني، أنتم صاعدين، انتم كله ماشيين ورا مثلا التوجه الفلاني، انتم كذا، فقلنا اوب خلنا نحط الجير بدل الدي على الان شويه ونسوي لنا جلسه تقييم ومراجعه، وفعلا عقدنا جلسه تقييم يعني اظن مساء الثلاثاء كانت الجلسه، فما كنا نحب نؤثر قبل الجلسه باطلاق مواقف واتخاذ قرارات فيصبح الاجتماع ما له قيمه. هذا سبب انت حددت البوصله. أوكي. ووضحنا للاخوه في الشعبي نحن مستمرين مع المعارضه، مستمرين مع الاغلبيه، مراهنين على أغلبية. أي اجتماع للقوى السياسية نشاهد فيه تمثيل حقيقي ومتنوع، جدول أعمال واضح، لن نتخلف عن الحضور. قضية الأخ سعد العجمي، المعتقلين السياسيين، المغردين، الرسام. طيب ليش يقول لك امتنعتوا عن التوقيع عن البيان الصادر لقضية تدويل القضية؟ لا، هو الاجتماع ناقش أصلا البيان، فهم اللي وقعوا على البيان هم الحاضرين في الاجتماع، احنا ما حضرنا اجتماع، فقلنا يعني ما كان يعني كان البيان هو احد مقررات الاجتماع ذاته، فاحنا اصلا ما حاضرين الاجتماع. وموافقين على تدويل القضيه ولا لا؟ لا، نحن بالحقيقه يعني لدينا تحفظ على هذا الجانب في الحركه الدستوريه. شو السبب؟ يعني التدويل بالحقيقه يحتاج الى اول شيء ضبط وانضباط حقيقي، والقوى السياسيه ليست معنيه بمثل هذه الامور، القوى السياسيه والسياسيين والساسه يجب ان يبتعدون ويكونون حساسين ويحيطون حتى الحكومه، حتى لو كانوا هم مع المعارضه لديهم اي نشاط دولي لازم حتى الحكومه يكون لديها اطلاع واحاطه، حتى ما يفهم باي شكل من الاشكال بانه تخابر مع دول اجنبيه او ضرب بالسياسة الدبلوماسية الكويتية. فأنا بالحقيقة أدعو الجميع، السياسيين يجب أن يكونون في غاية الحساسية من أي علاقات دولية، من أي تواصل مع منظمات دولية، مع جهات أجنبية، هذا ملف خطر. نحن لدينا حكومة تعبر عن الكويت، تعبر عنها دولة وشعبا، المنظمات الحقوقية تروح جمعيات حقوقية كويتية تتواصل مع زميلاتها الأجنبية، هذا شأنهم. فلذلك احنا كحركة دستورية إسلامية ليس لدينا أي بالحقيقة تواصل مع منظمات حقوقية دولية ولا نعتسم ذلك، وأي جهود للقوى السياسية في هذا الإطار لن نكون جزءا منها. أوكي. الأخ مراقب يسألك أن الضيف الشاهين مسلم البراك رمز المعارضة يواجه عشرات القضايا ولازال متمسك على بعده إلا أنكم على كلامة تخاذلتوا عنه. شوف، هو يعني هذه احنا لدينا بالحقيقة مشكلة، يعني لازم نستوعب الطيف واللون البرتقالي فيه ألوان متعددة، فيه درجات متعددة، فيه أساليب متعددة، فيه نبرات صوت متعددة، فيه أولويات متعددة، ما يصير نجعل الجميع إما تقف بالأسلوب الفلاني وبالرأي الفلاني وبالنبرة الفلانية، يعني تغض الحدة شوي في الطرف باليوم الفلاني. لا، نحن حتى داخل الحركة ربما لدينا يعني بالحقيقة تعدد، فالتعدد دائما يجب أن يعني يفهم على أنه إثراء وقوة، لأن كل أسلوب لديه جمهوره ولديه
فوائده ولديه ثماره التي تنعكس على الجميع. اما تلزم الجميع يكون اما تقف موقفي واما تتخذ رايي واما تقول ذات حروفي والفاظي، لا انا ممكن اعبر عن ذات الفكره اللي انت تبيها لكن باسلوب ثاني. فانا اقول نحن لم نخذل بوحمود ونحن متضامنين معه ونحن نفتخر فيك احد رموز المعارضه الكويتيه، ولكنه يعني اقول للاخ العزيز هو رمز ضمن مجموعه رموز. أوكي، ولكن هو معارض ضمن مجموعه معارضين، لا يجب حصر المعارضه بشخص واحد. هل ترى واحد؟ بان ان خلينا نقول داخل المعارضه الطياف اللي موجوده اللي هي حشد الحركه الشعبيه الدستوريه، هل ترون بانهم يعني في داخل خاصه في فتره ما اثير ان في خلاف، هل هم تعتقد مشكلتهم معاكم ان يا تتكلم على اللي انا ابيه وتتبنى الخطاب اللي انا ابيه ولا انت تصبح ضدي او مو معي؟ فيها النفس هذا موجود؟ والله شوف هذا النفس انا لا اصف بالحقيقه الشعبي فيه، لا الاخ عواد الانصافي نائب الامين العام هو كان يدير طوال فتره اعتقال النائب مسلم البراك يدير حشد، وكان يديرها بالحقيقه بمرونه وبتنسيق وبتفهم لمطالب الاخرين، فسياسي محترف. انا اهنئ الشعبي على يعني بالحقيقه تقديم هذا الشاب الى هذه المناصب المتقدمه في تيارهم، فالشعبي لا اصفه بهذه الطريقه. لكن بعض المعارضين بالحقيقة، بعض ربما زملائنا بالتغريد غيرها، يا تقول نفس ألفاظي نفس نبرتي وإلا فأنت انبطاحي، أنت متخاذل، أنت لا، نحن لنكن قدوة للآخرين، نحن مو نبي من يوالي الحكومة أن يتسع صدره لنا، كيف لا تتسع صدورنا لبعضنا البعض. ولكن أنا يعني أقول عبر هذه القناة بأننا بالحقيقة نفتخر بعطاء النائب مسلم البراك، ربما نختلف معه في بعض الخطوات ولكن مسيرته الأخيرة بالحقيقة في التصدي للتعديل الانفرادي للحكومة للنظام الانتخابي، في التصدي للملاحقة الأمنية للناشطين السياسيين، هذه كلها قضايا بالحقيقة محل إجماع. نعم أنا أنتمي لتيار مختلف وعندي أجندة مختلفة، وهو ينتمي لتيار مختلف وعنده أجندة مختلفة، مو مطلوب نتطابق، وإلا لو تطابقنا إلا واحد من حدث أو الشعب يحل روحه ودخل في الثاني. نحن مختلفين وسنبقى مختلفين، ولكن الآن المرحلة وصالح الكويت هو الذي جمعنا. لا أحد الأخوة سؤال يقول بما أنكم تؤمنون بأن الصوت الواحد غير ديمقراطي فلما تعدون العدة لخوض الانتخابات؟ شوف هنالك ناس يريدون منك من الآن تعلن أن أنا إلى 100 سنة قدام سأقاطع العمل النيابي في ظل هذا الحكومة. هو طبعا لا يريدني أن أعلنها من باب المبدأ والموقف السياسي، لا هو يريد أن يعلنها خدمة لمن أرسلون يقول هذا السؤال حتى يرتاحون مثلا انتخابيا، حتى يطمنون، حتى يرتبون أمورهم الانتخابية على هذا الأساس. أنا أقول نحن قاطعنا مرة أولى عندما حدث موقف معين، قاطعنا مرة ثانية عندما حدث موقف آخر. الآن عمر المجلس الحالي في سنتين، عندما يقترب الوقت ستجتمع المعارضة، ولن ننفرد في الحركة الدستورية في أي مشهد بعيدا عن المعارضة، وأنا واثق حتى اللي بعارض أو بقاطع أو بشارك الأجندة الإصلاحية ستكون ثابتة دائما، إصلاحات سياسية ودستورية انتهاء بحكومة برلمانية. مشروع ائتلاف المعارضة يتكلم بالحقيقة عن الأساليب الدستورية، المقاطعة أسلوب دستوري، التعبير أسلوب دستوري، كتابة المقال أسلوب دستوري، ولا يجب أن نحكر بعضنا البعض، ولكن لا يوجد أي حديث عن المشاركة داخل أروقة حدث، ولسنا مشغولين بهذا الشيء. كل ما يقال هي إشاعات الهدف منها استنطاقنا، ونحن نقول لكل حادثة حديث، ولكن لن ترون إلا مع المعارضة ولن ترون إلا مع صالح الشعب وصالح الكويت. الأخ حسين الخميس يعني تحياتي لك ولضيفك الكريم، حياك الله. هل يرى الضيف أن علي الراشد ومساره من ضمن المعارضة مرحب بهم من قبلهم؟ يعني ترحبون بعلي الراشد خاصة تيار المستقل اللي بعض الأفكار يبدو أو أن بعض التوجهات تتطابق أو تمشي في خط متوازي في بعض الأحيان مع المعارضة؟ شوف أنا أختلف مع بعض زملائي بالأغلبية وبالمعارضة اللي هو يقول لك لا نقصي ولا نستقبل وكذا. أنا شخصيا أقول أي واحد يخدم أجندتي الوطنية فمرحبا فيه، الله أعلم بنيته، الله أعلم بصدق رجوعه للشعب وهل سيعود مرة أخرى للممارسات. تعطون فرصة ولكن أنا أقول نحن لا نحتكر المسرح والملعب، لكن هذا الميدان يا حميدان، أنت تقول أنا عدت للمعارضة لنرى أفعالك تتكلم في هذا الإطار. أنا أقول علي الراشد عليه مسؤولية كبيرة بالذات في موضوع الصوت الواحد،
وأنا أعني ما أقول بالذات في الصوت الواحد وهو قانوني، وشغل منصب قيادي في الثلاث سلطات، كان قاضي وكان وزير وكان نائب ورئيس مجلس أمة المبطل الثاني. أقول له أستاذ راشد عليك مسؤولية كبيرة للتوضح للرأي العام وتوضح للحكومة حقيقة ما يمشون عليه، وهل هو صوت واحد كما روج للناس أم أنه صوت واحد من مقاعد متعددة، نظام غير ديمقراطي، خاصة أستاذ علي راشد مثل ما أقول شغل مناصب في الثلاث سلطات وهو يعرف ما دار في الكواليس، وأيضا هو لديه علاقة مميزة مع المستشار الذي تكلم أستاذ يحيى الجمل وقال نعم أنا فصلت هذا القانون للحكومة الكويتية، فعليك مسؤولية كبيرة أستاذ علي، هذا الملف لن يستطيع أن يعالجه كالشخص الذي حقيقة عاش خلفياته كلها. فأنا أقول أي جهد من أي شخص يخدم أجندتنا مرحبا فيه، مو مطلوب أنه يحضر ويانا ذات اجتماعنا، ولكن الساحة تتسع ومنابر الإعلام والتأثير تتسع والكويت تحتاج الجميع. أوكي، المجلس اليوم قاعد يناقش وانتهى في قضية تقرير الإذاعات، والمجلس هذا بدأ قال أنا ما راح أناقش من 2012 أو 2009-2012 اللي صار عليه اللغط، قال أنا راح أناقش من 2006، وسرب خاصة في قضية العقارات والسجل العقاري بأن هناك عدد كبير متورط من كان يدعي لحماية المال العام، أعتقد يقصدونكم يعني أنتم كمعارضة ومعاكم من كان يتحدث يعني ويتغنى في المال العام حماية المال العام يبدو أنه متورط فيها. شو رأيك في هذا التقرير؟ هو هدف المجلس خاصة عفوا أن رئيس اللجنة يعني إذا تحدد نائب عبد الله الطريجي اللي هو كان معاكم في الأغلبية. هو مع الأسف الشديد أنا أؤمن بأن هدف المجلس الحالي هو وأد هذه القضية. وأد القضية؟ وأدها نعم. ليش توسعوا فيكم عليهم؟ هذا بالضبط، هو أحيانا يعني الوأد له طريقتين، إما تمنع الحديث عنها وإما تلطخ الجميع فيها حتى الناس ما ترمق وما تثبت وما تدري شو السالفة، وينتهي شيء اسمه مجلس القبيضة والنواب القبيضة الذين استدعوا للنيابة، وأقر النائب العام في بيانه بالحقيقة بأنهم فعلا تضخمت حساباتهم وهذه حساباتهم، ولكن لدينا ثغرة تشريعية تمنع من معاقبتهم. فما الحل الثاني؟ الناس مستمرة بالحديث، الدواوين مستمرة بالمطالبة، الناس تقول بأن مجلس 2012 الحكومة بادرت بتغيير النظام الانتخابي وأقصاء أغلبيته فقط لعدم محاسبة هؤلاء الأشخاص. إذا ما الطريقة؟ لطخ الكل، دخل شيء اسمه التعاملات العقارية. بس شلون يتم التلطيخ؟ شلون يتم التلطيخ في ناس سجلهم لابد أن في شيء. لاحظ الآن قال لك التقرير سري ويا مواطنين لا تطلعون عليه، ولكن بنفس الوقت سر بخبر قال لك والله ها في 150-152 نائب لديهم تعاملات عقارية. يعني التعاملات العقارية قد تكون ورثا، التعاملات العقارية قد تكون والله أخوين متحاططين شاري لهم مثلا مزرعة، قد تكون أي شيء من هذا القبيل. طبعا أنا يعني بالحقيقة مثل ما كنا نسولف بالفاصل يعني لن يجدون اسمي نهائيا في أي تعامل عقاري، وأنا واثق أن قطاع كبير من المعارضة لمعرفتي الشخصية فيهم لن يوجد في هذا الشيء مطلقا، ولكن أيضا هنالك بعض الناس قد يوجدون في بلد مثل الكويت أصلا مستوى المادي والاجتماعي أصلا مرتاح لكثير مواطنين، فأي تعامل مثلا لديه حق ارتفاق لشاليه وارث عن أبوه عن يده مثلا هذا الشاليه وعنده حق الارتفاق هذا سيعتبر تعامل عقاري. فبالحقيقة تسريب جزء من المعلومات وفتح المدة الزمنية وجعل التقرير سري حرماننا بالحقيقة من الحقائق، كل هذه علامات استفهام. بس إذا حول للنيابة وتم استدعاء بعض، أنا أتمنى ذلك. أنا أقول بالحقيقة إذا حول المشبوهين للنيابة العامة حتى لو كانوا من المعارضة حتى لو كانوا من حتى تياري، بالعكس نحن كلنا مع سيادة القانون ومع منع المال السياسي، ولكني بالحقيقة واثق مع الأسف من الممارسة ومن الديكور اللي قاعد يتم ومن أداء المجلس الحالي بأن الهدف هو تشويه الموضوع، وأن ترى الكل قبيض والكل فاسد كما دأب بعض الإعلام الفاسد بالفترة الأخيرة، يعني تشويه الكل وتيئيس المواطن وإصابته بالإحباط وأنه ماكو فايدة وترى كلهم نصابين وما أردى من الحكومة إلا المعارضة، وهذا طرح مع الأسف خطير يؤس الجميع
الجميع ويجعلهم ينكفئون على ذاتهم وينكفئون على ملذاتهم الفردية، ولا حد ينشغل بالوطن، يفقد الأمل من الوطن. هذا أخطر شعور بس ممكن يمر في المواطن. إذا ثبت صحة هذا التقرير، وأول شيء بس خلنا أقول قبل لا تقول التقرير، شنو ما تشوف إن وجود دكتور عبد الله طريج على رأس اللجنة يعطي نوع من المصداقية كونه كان معاكم قبل؟ شوف بالحقيقة خلينا نتكلم رأي صريح. لا أنا أقول لك الدكتور عبد الله طريج الآن هو غير الدكتور عبد الله طريج سابقا. ليش؟ وهذا ليس كلام، يعني كلام حتى الدكتور عبد الله طريج، يعني لو نأخذ مواقفه الآن السياسية الأخيرة ونأخذ مواقفه أثناء مجلس 2012 سنجد تباين كبير، مع الاحترام للشخص والتقدير للشخص، وأنا يعني أشارك ربما في بعض الدوائر الاجتماعية والدواوين التي كونكم في دائرة واحدة ونزلتم، ألمس بالحقيقة لدى الناس استغراب، يعني مو هذا الدكتور اللي كنا، يعني مو ذات الأداء، مو ذات الأجندة. البعض قد يكون معجب بالدكتور عبد الله الجديد ومو عاجب الدكتور عبد الله القديم، ولكن الكل مجمع أن هنالك اختلاف. لأن هل من الممكن إذا 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 صدق تقريره وطلع أسامي ممكن هالحالة أنت تنقلبون عليه لشان صدق في كلامه؟ لا لا لا، بالعكس أنا أقول، يعني أقول للدكتور عبد الله، إذا وجدت أنت 152 أو أكثر نائب متكسبين وفي شبهة عمل سياسي، ولو مجرد شبهة مال سياسي، بالعكس حولهم للنيابة وسأكون أول المصفقين والمهنئين. ولكن إذا كان الغرض من هذه الأسماء هو فقط توزيع التهمة وإثارة غبار وأعمائنا عن المتهمين الأساسيين، فحسابك لن يكون عندي نار. يعني ما أتوقع أن يمكن مجلس الأمة أو اللجنة هذه تتجرع على إيجاد تقرير دون وجود شيء. أنا بالحقيقة يعني نقول المية تكذب الغطاس. الآن مجرد أنباء صحفية تسريبات، نعم. قد يحدث في الجلسة عكسها تماما، فأقول لماذا نستعجل بالحكم على الدكتور عبد الله أو تقرير اللجنة؟ أوكي. لننتظر الحقائق، ومن حق الشعب أن يعرف الحقائق. لماذا السرية؟ إذا أنت تقول أنا مو متهم الناس بالزور وهذه بالحقيقة دلائل وشبهات حقيقية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، حط بأنه والله هذه لا تضخمت حساباتهم ولكنهم بريئين وسنحيلهم للنيابة حتى نتأكد بالحقيقة من مصدر هذه الأموال وهذه التعاملات. أنا بالحقيقة أنا وآلاف المواطنين نطالب بالحقيقة كاملة، ليس لتيار دون تيار ولا للون سياسي دون لون سياسي. أوكي، أخيرا وبعجالة أبو عيسى، المصالحة، يعني كنا نسمع عنها في فترات سابقة، اليوم ما في معالم لها، ما في شيء واضح، ما في دعوة لها، ما أعرف إذا في شيء قاعد يتم من تحت الطاولة، قد يكون أنتم كتيار ممكن ترعونه ولا لا، في مصالحة ولا لا؟ شوف الحديث عن مصالحة أو مشاركة أو حوار، كل حديث ربما يدور 99% بالإعلام وله 1% أساس حقيقي، بينما في المجتمعات السياسية الحقيقية يكون المفاوضات السياسية وما وراء الكواليس هو ماخذ 99% ويطلع للإعلام واحد منه. احنا الناس يعني مش شرقة، ودها التصالح، ودها رأب الصاد، ودها كذا، لكن بالحقيقة لا يدور شيء. لماذا لا يدور شيء؟ رقم واحد، من يقومون بهذه الأدوار هم رجال الدولة، يعني نحن كحركة دستورية نعتبر أحد فريقين، نحن والسلطة في حالة صراع على مشروع سياسي، هم لديهم مشروع معين ونحن لدينا مشروع آخر، فمن سيقوم بالتفاوض فيما بيننا والتنسيق فيما بيننا؟ يفترض هنالك فئة في كل دولة اسمها رجال دولة، وناس متجردين ليس لديهم ارتباطات مالية أو سياسية ويقومون بأدوار مثل هذا النوع. في الكويت مع الأسف بالسنوات الأخيرة نفتقد هذه الشريحة، نفتقدها إما لأنها تقلصت بحكم يعني عوامل الزمن وكبر سن من كانوا يلعبون هذه الأدوار، وإما بالحقيقة بعضهم نكلمهم يعني ونستفسر منهم ويستفسر المواطنين منهم، يقول لك يا أسامة أنا ليش أتحرك؟ سألاقي ردود سيئة من الحكومة، الحكومة لم تعد تحشم وتكرم وتستقبل مثل الحكومات السابق، مشكور وحياك الله ورايك سديد وروح وكلمهم وكذا، وأيضا المعارضة لم تعد تتقبل الرأي الآخر على طول. أنا عندما أتحرك يعني تحمل أيضا جزء من مشكلة المعارضة، نعم يجب أن نحمل المعارضة أيضا، هنالك بعض الأطراف فيها يعني لو يتحرك شخص مو من المعارضة حتى لجمع شنو مطالبكم، يبقى هذه 6 مطالب، أنتم
شنو مطالبكم؟ هاي ست مطالب، خلونا نقعد، خلونا كذا. اصلا في اطراف سيخونون ويضربون، فالناس هذيلا من نلقبهم برجال الدوله يقول لك ما كان في، انا احشم نفسي، ما كان في لا الحكومه توجبني ولا المعارضه، ما كان في بدايات لحوار، يعني سعي في الحوار لا بالحقيقه تصرفات الحكومه كلها باتجاه العكسي، كلها بمزيد من التضييق، مزيد من الخنق للشعب ومعارضته، مزيد من تكميم الأفواه والصوت الواحد، مزيد من الخطف والقبض والمنع والحظر والمحاسبة والمراقبة. فما توجد مع الأسف الآن آفاق إيجابية، لا الحكومة مستعدة ولا هنالك أناس يلعبون هذا الدور، ولا حتى بالحقيقة الأجواء الصحية داخل المعارضة كما قلت لك هنالك أيضا يعني ناس قاعدة على أعصابها جبارية مع الأسف الشديد. الأوطان لا تبنى بهذا، أنا كما أقول لا أبرئ أحدا، لكن الظرف الإقليمي الآن غاية في الخطورة. خلونا نكون جميعا على مستوى المرحلة، لا أتكلم عن التخلي عن الدستور ولا التخلي عن التضحيات ولا التخلي عن الحكومة يعني ذات النظام البرلماني. الوضع الإقليمي هو أوجب لفرض التهدئة والتنازل عن بعض الأمور نتيجة للوضع اللي احنا نمر فيه. شوف المنطقة تمر بوضع في غاية الحساسية، يتطلب من الجميع أخذ خطوة إلى الوراء والتأمل والتروي بالحقيقة. إذا البعض راح يسميه تنازل، فأنا أقول إذا نتنازل لأجل الكويت مرحبا بهذا التنازل. وضع بغاية الخطورة وحكومة بغاية الإهمال، يعني تقول لها النار موجودة هني تروح ترش الماي بالصوب الثاني الناشف يعني تقول لها فلان قاعد يسبب ضررا وينخر في البيت الداخلي تقول عيلها أنت أخذ على رأسك. فواضح الحكومة رؤيتها خاطئة، فدعونا نساهم في ترشيد هذه الحكومة والأخذ على يدها إلى جادة الصواب بإذن الله. عضو مجلس فبراير 2012 المبطل أسامة الشاهين أبو عيسى، مشكور لك حضورك هذه الحلقة معنا، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى في وضع يكون أفضل بإذن الله. مشاهدينا الكرام، الجزء الأول انتهى، الجزء الثاني معنا الدكتور خليل عبد الله بعد الفاصل.